فرحة غامرة لم تأتي دون تعب، بل جاءت تعكس مزيجاً من الجهد المتواصل والأداء المتميز والابتكار. فبين أكثر من 2000 متقدم لجوائز مصر للتميز الحكومي في نسختها الثالثة، ضمت المراكز الأولى في جوائز التميز المؤسسي حي المنتزه بالإسكندرية وقرية القصر بالوادي الجديد ومركز المنصورة، بالإضافة إلى معهد بحوث الإلكترونيات ومشيخة الأزهر وكلية الهندسة بجامعة المنصورة. الجائزة هدفها فعلا أن احنا نطور من الجهاز الإداري ونطور من أنفسنا، والهدف أن احنا ما أخذناش جائزة يبقى احنا نقف عند هذا الحد، لا، ده في تحدي آخر. أن احنا عندنا استعداد إن شاء الله ندخل الجائزة المرة الثالثة، المرة الرابعة إن شاء الله، الدورة الرابعة، وده بيؤدي إلى تنمية قدرات أعضاء الرئيس والجهاز الإداري وحسن تقديم الخدمة للطلاب والمتعاملين مع الجامعة. وضمت جوائز التميز الفردي جائزة القيادات المتميزة وأفضل موظف حكومي وأفضل فريق عمل حكومي. ولأول مرة هذا العام جاءت جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة. الجائزة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات بهدف تبادل الخبرات ونشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وتكريم المتميزين بكل القطاعات، مع تقديم الدعم للجهات الحكومية، ما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. منذ إطلاقها في عام 2019 تستمر جائزة مصر للتميز الحكومي في تشجيع التنافس الإيجابي والإبداعي بين العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية لتسهم في تطوير العمل الحكومي وخدماته المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.